السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن في مطارمك خالد، أسف طلع البكين في عاصمة صينية. طبعا في خطوط السعودية مطلوبة مني للحج والحجز تذكرتي وتأشيرة السفر فقط، ما في أي شيء آخر من الطلبات ثانية. أيضا هذه تتأكدون منها عن طريق موقع الخطوط السعودية، بين كل شيء، فإجراءات كلها مرة سهلة، ما في أي شيء. احنا بس سوينا الهيلث ديكلاريشن اللي كنا سويناه في سبتمبر الماضي، وبنجربه هالمرة نشوف هل هم يحتاجونه ولا لا. طبعا رحلة الخطوط السعودية اللي رايحة للصين هي على الصالة رقم 4، وما في شيء، يعني كلها الامور عادية. الان طالعين ان شاء الله بعد شوي. طبعا رحلة الصين تكون الساعة 2 في الغالب، حتى ان تصل من بكره ثاني يوم الظهر، هذا زين يعني شيء طيب. طبعا مثل ما قلت لكم ما يتطلب اي شيء، كل اللي مطلوب منك من اللي يعني يكون في معك جوازك وتاشيرتك صالحه وتذكرتك فقط لا غير، لا يوجد شيء اخر. ما عاد في يعني الاشياء اللي كانت موجوده بالسابق الان اختفت او انهوها السنين. رحلة الخطوط السعودية هذه تأخر، كانت المفروض تطلع الساعة 2 وشوي، ما طلعت إلى 5 وشوي، يعني 3 ساعات أخرت. بالتالي بدل ما نوصل 4:30 وصلنا حدود الساعة 7:30، يعني غابت الشمس، راح علينا ذاك اليوم هذا اللي هو يوم الوصول، لكن الحمد لله على السلامة أهم شيء. هذا كرت الدخول تعبيه، ومكتوب باللغة الإنجليزية والصينية، تعبيه وسهل، يعني كل مشروعك موجود فيه، وتسلمه بعدين الجوازات، هذه خاصة بالدخول. الخروج نفس الشيء، تسلم الجوازات وانت خارج. هذه الكود تقدر تحصلون عليها يعني في بعض الرحلات موجودة، على سأل المضيفة عن الكرت، الكارت الدخول أو إنتري كارد، يعطوكم إياه. أول ما تنزل من الطيارة إن شاء الله سالمين، الأمر بسيط يعني ما في أي تعقيدات، بس رح مع اللوحات على مكان حقائب الشنط، وتشوف الناس حتى متوجهين قدامك يعني حتى تصل الجوازات، بس شوف الباكيج كليم هو اللي وجهك إلى مكان الحقائب، وأول شيء الجوازات وبعدين مكان الحقائب. إذا كان عندك رحلة ترانسير يعني بتروح من مطار بكين إلى مطار داخلي آخر، تتبع إلى الترانسير لوحة اللي مكتوب عليها ترانسفير. هنا آخر شيء للإنسبكشن حقة تشاينا، شينا كل هذا كله إن شاء الله تكون واضح. جينا من هناك بعد ما طلعنا من الطيارة، وهناك يكون فيه تمشي شوي شوي وتشيل القبة اللي عليك عشان يفحصون حرارتك، إذا عندك مشكلة بالحرارة راح يوقفونك هناك. من هنا يجيك الأخضر والأحمر، ما عندك شيء إنك تصرح فيه، تدخل مع الأخضر يجيك السوق الحر على يمينك، السوق الحر على يسارك. تشوف هذه الشاشة، شوف حنا رحلتنا أول واحدة اللي هي SV38 اللي جاي من مطار خالد، فهي على السير الثالث. تروح للسير الثالث، شوف هذاك 4، اللي بعده 3، وتشيل شنطك وتطلع على التاكسي. بس دورات الحمام، دورات المياه مقابلة السير الشاط رقم 2، ودورات مياه نظيفة. هذه رحلتنا الآن، يستقبلون الشنط بعدها، مقابل هذه دورات مياه، مقابل فيه بعد صراط، هنا لو بغيت صراط تشينجر يحول العملة، وأنا ما أنصح يعني تحولون عملة من هنا، حول عملة من داخل البلد، من هنا من بنك، تروح من عند البوابات هذه، هذه هي تشاينا كاستمز أو الجمارك الصينية، ما عندنا شيء حنا، فبنطلع من هنا، nothing to declare، تروح مع وتمر بعديه من هنا. المنطقة هذه يتلقون حقين تكاسي الشركات ينتظرونكم، أو تروح للتاكسي والسيتي باص تلقاهم هنا.
شوف هذه البوابة 18 هي اللي تطلع منها التكاسي. حد شوف عندهم نقطة تفتيش كلها، بس احنا بروحنا البوابة 18 نبغى التفتيش. هذا السر حق التكاسي، اقرب بوابة له 17A او 18A، على طول تروح للسر هذا وتروح مع التكاسي بالجين، يودونك لمحلك توريهم فندق جاز، وهذا بالميتر وهذا رسمي، كل هذا رسمي، وما عليك من اللي تلقاه عند الباب. هذه بوابة، بوابة 17 تطلعون منها، هذه باصات بكين، باصات بكين اللي ورا البوليس هذا، شفتوا هذه كلها تديك البكين، والثانية اللي كانت واللي قدامها توديك الهوبي، هوبي منطقة أخرى. هذا أقرب شيء 17 1F اللي هو الدور الأرضي، بوابة 17 في مطار دانشونغ الدولي في بكين، يطلعك على باصات بكين. شو الناس ينتظرون حتى تسرهم، جهز أوراق كل شيء، هم يأخذونك بالميتر يعني ما في. هذا هو المطار، مطار ضخم طبعا، هذه اللي خاصة في الباصات، آسف، هذه الخاصة في الباصات ودي وتجي المطار، باصات اللي وديك المطار. هذا هو المطار بيجي دوشن انترناشونال ايربورت، قريبة من 16، بس انا انصح العائلات يروحون بالتاكسي افضل. شوف هذا هو تاكسي كيوت وبيجين، حتى واضحين هنا مقابل البوابة 16 الدور الاول فيرست فلور، تدخلون مع السيرة هنا، تمسكون سيارات وشوف الباص السيارة تكاسي وين توصل، سيارة تكاسي كل هذه سيارة تكاسي بيجين يوديك، وعلى الميتر المكان اللي انت تبيه. هذا الفندق اللي كيم برا في بكين، اسمه هولين، اوريكم شوي بعد، خلي اوريكم الفندق الحين، خلينا نشوف الفندق من جوا. بسم الله، هذه غرفتي، غرفة شوف، لا 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 لا، غرفة مع سريرين، واهم شيء العازل هذا، انت مع يعني جلسة رجل اعمال مع الكنب غالبا هم اي لازم. هذه افتحوا لك اياها بس كويس، خلاص سدوا